طيب السؤال الثاني بيقول ليه ربنا مبقي على الناس الملحدة والناس اللي بتسب الدين في اللفظ يعني، لماذا؟ هذه هي سنة الله سبحانه وتعالى في خلقه. الحق تبارك وتعالى ترك الإنسان مع ما له من حرية اعتقاد منذ أن خلق الإنسان على الأرض. يعني ربنا سبحانه وتعالى أنزل آدم إلى الأرض ليكون خليفة، والشيطان نزل لغواية الإنسان، وقابيل قتل هابيل، وما زالت الأرض منذ هذه اللحظة ما بين الخير والشر. ومن سنن الله سبحانه وتعالى في كونه أنه يترك الخير على حاله ويترك الشر على حاله، لازم يكون الاثنين موجودين، الازدواجية دي مقصودة، إن لازم يكون فيه خير ولازم يكون فيه شر، والشر ينازع الخير، والخير يتغلب مرة والشر يتغلب مرة. ليه؟ علشان الإنسان يكون مسؤول عن أعماله بعد ذلك. لو كان الإنسان ده كالملاك ما كانش هيثاب على الطاعة لأنه جبل عليها، ولكن الحق تبارك وتعالى أراد أن يكون الإنسان دائر بين الأمرين، وهديناه النجدين، في طريق للخير وفي طريق للشر. من أراد أن يمشي في طريق الخير ما فيش مانع، من أراد أن يمشي في طريق الشر ما فيش مانع، ثم في النهاية هو محاسب أمام الله سبحانه وتعالى على هذا. وعلى هذا الحق تبارك وتعالى يترك الناس وما يفعلوا، ما فيش مانع، يكون في إلحاد، في إلحاد. ما كان أيام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في كفر، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أوذي من الكفر والمشركين، وكان قادر على أن يهلك كل من آذى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن آذى من قبله من الأنبياء. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه هلاك قومه لأنهم آذوه في الطائف، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رضي بهلاكهم. وعلى هذا فوجود الشر في الدنيا مقصود، علشان يكون فيه شيء بيغوي الناس الخيرين إلى طريق الشر. ولكن هنا لحظة الحقيقة عندما يتخير الإنسان طريقه الذي يسلكه. أنا قدامي طريق شر، هو الناس بتكسب كتير وبتعمل كذا وكذا وكذا، هروح معاهم ولا أتمسك بمبادئي وما, 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 وما أنا عليه من هداية الله سبحانه وتعالى؟ وهكذا نحاسب أمام الله سبحانه وتعالى. هذا سلك طريق الهداية فأدخله الله الجنة، وهذا سلك طريق الشر فعاقبه الله سبحانه وتعالى بالنار، وهكذا. لكي نعرف الفرق ما بين الدنيا وبين الجنة التي سيكون فيها الخلود إن شاء الله.